ندى قومي يا اخو من النوم. 5 دقايق بس يا بيه. لا بقول لك ايه، قومي اخلصي، مش عايزك تتاخري على شغلك اكتر من كده، عشان المدير بتاعك لو فتح بقه معاكي بنص كلمه هكسر دماغه. لا لا بليز مش عايزه شمس. توليت، قومي قومي. صباح الخير يا حبيبي. صباح الفل يا حياتي. ايه ده؟ ايه اللي على مناخيرك ده؟ انت شم ايه ده؟ شم ايه يا بنت المجانين؟ ده البودر بتاع الجيم. انجزي انجزي يلا عشان الحق اوصلك قبل ما الدنيا تزحم. ماشي، هطلب منك طلب صغير قوي، بعد ما توصلني عايزك تروح مصر الجديده تجيب مامي، بعدين تطلعها عند احمد اخويا قطاميه، تاخد ولاده وتوديهم التمرين، لان في كارثه السواق بقاله يومين ما بيجيش. ندى انا كريم جوزك مش كريم كار. بجد والله؟ طب تمام ميرسي، انا هعرف اتصرف ازاي. بهزر معاك يا ابني، ده انا اوصلك اوصل امك اوصل اللي جابوكي كلهم. انا بحبك قوي يا كريم، انت عارف ان انت ارجل راجل انا قابلته في حياتي. مش غريب علي، سمعتها كتير. ايه بقى ان شاء الله؟ مالك بحلق كده ليه؟ عاجبك قوي؟ قوي قوي. الغنو الغنو عجباني، انا بعمل عليه ورم اب وبسخن عليه في التمرين. يلا قومي بقى، المحور هيقف. الو صباح الخير، ازيك يا جاسر؟ ايه جاسر ده؟ الحمد لله كويسة. لا صحيت، ثانك يو. في حد سأل عليا؟ طيب خلاص اوكي، بقول لك اطلب لي اكل معاك بقى، ما تعملش زي كل مرة بليز. ماشي، عايزة 1 فاهيتا لحمة و1 بكيني. بكيني؟ ايه بكيني؟ مفيش بكيني. ده ساندوتش. مفيش برضه بكيني. ازاي يعني؟ اعمله كده. بقول لك ايه يا جاسر، معلش غيرت رأيي، ماليش نفس قوي في البكيني، خليها بياجرا. بياجرا؟ هاتي هاتي. يا عم جاسر ازيك يا جسور؟ بقول لك ايه، انسى الكلام الفاضي ده كله، انت تجيب لها طعميه وبطاطس وما تكونش صوابع يا جاسر، عايزها مهروسه ومهروسه قوي. سلام. انت ازاي تقفل السماعه في وش جاسر كده؟ وانت ازاي تقعدي تتمرع مع راجل كده؟ ايه اتمرع؟ لا بقى معلش، ده كان بيصحيني عشان ما تروحش عليا نومه. وشو انا جاسر اللي صحيكي؟ ليه مش رباب؟ ليه مش بوسعينه؟ ليه مش الالارم؟ بقول لك ايه، الواد ده تقطعي معاه حتى لو شفتيه صوصه، مفيش اي كونتاكت، وتعملي لي بلوك من على الواتساب ومن على الفيسبوك ومن على الانستجرام. انا ما عنديش انستجرام اصلا. تنزليه وتعملي له فولو، ولما يقبل تعملي له بلوك. يا اما قسما بالله ما تنزلي الشارع ولا تشوفيه، وتقعدي تغسلي وتكنسي وتربي العيال. انا ما عنديش عيال اصلا. متبنى متبنى يا ندى. لا بقى معلش، انت مقفل قوي يعني، ده واحد صاحبي. واحد ايه؟ صاحبي في الشغل؟ اسمها زميل. 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 زميل.